في هنا ريفليكتور عاكس، في هنا هيتر اللي هو هيطلع الايه؟ الكترود. الريفليكتور ده متوصل ب دي سي 4 نيجاتيف 4 وكافيتي بتعتبر كانها انود موصله بوست فولت. ده اسمه في ار، ده اسمه في نود. متوصل بقى هنا بالطرف بتاع الهيتر اللي هو مين؟ الكاسيت. الكافيتي الريزونيتر دي فيها الامكانيه ان ده عامله زي الشبكه كده، معناه ان الالكترونز يقدر يعدي ايه هنا. اول ما بعمل سويتش اون الالكترونز هيبدا يطلع من الهيتر، الكافيتي هتجذبه ناحيته، هتغير في سرعته لحد ما يوصل للريفليكتور. التنافر هنا بين النيجاتيف فولت بتاع الفي ار والنيجاتيف شارج بتاع الالكترون يضطر الالكترونز يرجع ايه؟ يرجع كده. يبدا الالكترونز طالع نازل طالع نازل وفي الاخر بيتجمع هنا جوه الايه؟ الكافيتر. الاثبات اللي علينا ان احنا نثبت التايم اللي هو اسمه تينون اللي هو الترانزنت تايم اللي هو الزمن اللي هياخد الالكترون عشان يطلع من الكافيتي يخبط في الريفليكتور ويرجع تاني. فعند المسافه دي اسمها دي. وبالتالي التيمون لما احب اثبتها هيطلع فانكشن في مين؟ فانكشن في الفي ار اللي هو الريفليكتور فولتج، فانكشن في الفي نود اللي هو الانود فولتج، فانكشن في الدي اللي هي المسافه او بنسميها الجاب ريفليكتور ايه؟ اسبيس. ده الاثبات اللي علينا بنطلع فيه قانون مين؟ التيمون. يبقى ليه اول حاجه عندنا. بعد ما يجيب التيمون عندنا حاجه اسمها اوبريتنج مود. الاوبريتنج مود اللي هو اسمه ان. ال ان دي عباره عن ايه؟ ال ان هيساوي حاصل ضرب الاف في مين؟ في التيمون. اللي هي الفريكونسي في ايه؟ في التيمون. ايه بقى قانون ال ان هنحل بيه مسائل؟ هو عباره عن كي كاز في نو على في نو زائد مين؟ في ار. الكي ده كونستنت يساوي 2 جذر 2 جذر ام على كيو في الاف في مين؟ في الدي. حيث ان الام ده كتله الالكترون، طبعا دي لو مساله في الامتحان هيديك الام اللي هي 9.11% × 10^31 كيلو جرام. الكيو اللي هي الالكترون شارج طبعا المفروض برضه اجيب في الامتحان هي 1.6 × 10^19 ايه؟ يبقى ناقص بس مين في كي؟ ناقص الفريكونسي ده الاوبريتنج فريكونسي اللي انا هشتغل عنده، وناقص الدي دي المسافه ما بين الجاب والريفليكتور اللي احنا قلنا عليه. يبقى هو ده المطلوب منك في الكوليسترول. هتعرف الكونستراكشن، هتعرف ازاي بيشتغل، هتعرف مين المعادله بتاعته. المعادله طبعا في اثبات عملت في المحاضره وعليها طبعا في الايه؟ في المسائل بقى اللي عليها تعرض مباشر هي حاجه من اثنين، لا اما يديك ال ان الاوبريتنج مود، لا اما يدينا مين؟ الفي ار. لو اداك الفي ار هيطلب ال ان، لو اداك ال ان هيطلب مين؟ الفي ار. الاوبريتنج مود ده رقم ثابت المفروض بيطلع ايه؟ ان سمول زائد 3/4. يعني المفروض بيطلع انتجر نمبر زائد 3/4، يعني ايه؟ ممكن يبقى 75%، ممكن يبقى 1.75%، ممكن يبقى 2.75 ايه؟ مين اللي بيتحكم في الاوبريتنج مود ده؟ طبعا قيمه مين؟ الفي ار اللي هي المفروض لو ده في المعمل الفي ار ده هتبقى ايه؟ فاليبل. فكل ما بزودها كل ما الان مالها تقل. يعني كل ما بزود الفي ار كل ما الان ايه؟ تقل. اقل قيمه ليها 3/4 واكبر قيمه ليها طبعا الى ما لا نهايه، بس ايه؟ ما لا نهايه زائد 3/4. يعني لازم يبقى اي رقم انتجر زائد ايه؟ 3/4. وبالتالي نقدر نقول بقى ان الان سمول دي يساوي 0.1 الى ما لا نهايه. دي القوانين بتاعت مين؟ الكوليسترول. تعال نشوف المسائل ونشوف ازاي نستخدم القانون ده عشان نحل في المسائل. مشيت عندنا ثلاث مسائل. المسألة الأولانية رقم واحد بيقول عندي ريفليكس كوليسترول اوبريتنج لآت اف 3 جيجا هرتز. يعني دي الفريكونسي الاوبريتنج فريكونسي 3 جيجا هرتز. اند اوبريتنج مود اللي هو الان بكام؟ ب 3/4. هو
مدينا فريكوانس ومدينا مين؟ تلتا. ذا بين فولتج اللي هو البينود اسمه بين فولتج او اسمه انود فولتج اللي هو مين؟ البينود. هو عباره عن 2000 فولت. And the supplier gap spacing اللي هي دي يساوي 1 سم ايه؟ طبعا زي ما قلنا في المساله اللي هو لو اداك الان اكيد هيطلب مين؟ الفي ار. ففي المساله بيقول ايه؟ فايند ذا سبلاير ايه؟ فولتج اللي هو الفي ار. طبعا من المعادله دي نقدر نجيب مين؟ الفي ار. يعني نقدر نقول ان الفي ار هيساوي كي في جذر في نو على ان ناقص مين؟ في نو. بالتالي هيساوي علشان اجيب الفي ار يبقى عندي الفي نو. الفي نو بتاعي كام؟ ب 2000. اجاز هنا 2000 وعند الان الان بيديها لك كام؟ ب3 اللي هي 75% ناقص في نوت اللي هي مين؟ برضه كام؟ 2000. وبالتالي يبقى ناقص بس ان انا اجيب مين؟ الكي. علشان نجيب الكي زي ما قلنا لازم يكون عندي الام والكيو. طبعا ده شيء فطبعا معروف ان احنا هنقول لك الام والكيو لما لو مساله في الامتحان لازم هو يديك الام ويدينا مين؟ الكيو. والاف بيديها لنا للاوبريتنج فريكوانسي 3 جيجا هرتز والتي المسافه اللي هي كام؟ 1 سم. يعني لما اجي اعوض عنها ب 1% ايه؟ متر. اعوض هجيب الكي اعوض هنا في المعادله هجيب مين؟ الفي ار. يبقى هي دي مساله الايه؟ الكريستال. نقعد مباشر بس اهم حاجه ازاي نعرف نسبه التينو وازاي نشرح الاوبريشن بتاع مين؟ الفريكوانسي. دي المساله رقم 1. المساله رقم 2 بيقول عندي ذا ترانزنت تايب فور ان الكترون ان ريفلكس كريستالون از جيفن باي. يعني المره دي ما ادانيش الان راح مديني مين؟ التينو. قال لي الترانزنت تايب اللي هو التينو عباره عن 10 اس ناقص 9 كسر في نو على في نو زائد مين؟ وقال لي بقى في المساله كمل قال اف ذا اوسيليتنج فريكونسي از 4 جيجا هرتز. يعني الفريكونس اللي انا شغال عنده 4 جيجا هرتز. كمان مديني ايه؟ قال ان ذا انود فولتج اللي هو الفي نود 1200. كمان مديني هنا الفي نود 1200 ايه؟ فولت. ايه اللي هو عايزه؟ عاوز يجيب الفي ار. عايز يجيب الريبلاير فولتج. وبالتالي لازم نديك مين؟ الان. فقال بقى هنا عند ان 3 ارباع واحد 3 ارباع اتنين وايه؟ وثلاثه. وبالتالي هو عاوز يجيب الفي ار. احنا عندنا يبقى لازم انا اوصل علاقه هو مديك الان. يعني هو مدينا مين؟ الان. قال 3 ارباع ومش عارف واحد وهكذا. وبالتالي لازم انا اوصل لعلاقه تربط الفي ار ومين؟ والان. هجيبها منين؟ المفروض دي بس دي مش موجوده عندي ليه؟ لان انا لو كتبت دي اللي هي كي جذر الفي نود ده زي ما كنت كاتبها كده لما اجي ادور على الكي مش هلاقيها لان الكي فيها ايه؟ الدي. هو في المساله مش مدينا مين؟ الدي. يبقى اكيد هي الفكره كلها في مين؟ في الدي نود. اهي موجوده على السبوره ان الاف بتساوي الاف في الايه؟ في الدي نود. يعني انا هوصل للان اللي هي حسب ما هو مديهالي اقول بتساوي مين؟ الاف في الدي نود. الاف اللي هي 4 في 10 اس 9 في الاف دي نود اللي هي كام؟ 10 اس ناقص 9 جذر ايه؟ في نود على في نود زائد مين؟ في ار. طبعا 10 اس ناقص 9 راحت مع 10 اس 9 كان المساله قالت ايه؟ كانها 4 جذر في نود على في نود زائد مين؟ في ار. يعني هي نفس المعادله بس الثابت ده طلع بكام؟ ب 4. اصبح الكي ب 4 واصبح الفي نود بيديهولي المره دي 1200 و ال ان هبدا اغير فيها، مره احط لها 75%، مره احط لها 75، حسب قيمه ال ان اللي عاوز احسب عندها، هروح اجيب مين؟ الفي ار. فكانت المشكله هنا عشان يخليك تبقى حافظ او يخليك ما تنساش ان العلاقه ان ال ان في الاصل جت منين؟ هي حسب ضرب الاف في الايه؟ في التي نود. والتي نود كنا اثبتناها، فلما ضربنا الاف في التي نود طلع مين؟ الكارديلا. يبقى كده المساله رقم كام؟ المسألة الثالثة بقى بالعكس زي ما قلنا اللي لو اداك الان في المسألة 1 و2 كان مديني الان. أنا جبت مين؟ الفي ار. في المسألة 3 هيديني الفي ار وأنا عاوز أجيب مين؟ الان.
شوف المسألة الرقم ده. المسألة رقم ثلاثة بيقول عندي ريفلكس كريستالون وريدنج اف 3 جيجا هرتز. ذا رينج اوف ريفلكت فولتج اللي هو الفي ار از فروم 0 تو 1000 فولت اند ذا بيم فولتج از 1500 فولت اند ذا ريفلكت كاب سبيسنج از 1.2 سم. فايند اول بوسيبل اوبريتنج مود اوفر ذا فولتج يعني اعتبرها كانها تجربه. هو عنده الفي ار بيتغير من زيرو لحد مين 1000 زي ما اتفقنا وزي ما قلنا من شويه ان بيتحكم في قيمه الان هي مين الفي ار. فانا هفضل اغير في الفي ار من زيرو لحد 1000 ايه الاوبريتنج مود اللي انا ممكن اشتغل عندها اللي هو عاوز يجيب مين الان. كم ان ممكن اشتغل عندها لما اغير في الفي ار من زيرو لكام؟ لا بديك بقى المعلومات بتاع الجهاز. قال لنا ايه؟ قال لنا الفريكوانسي اللي شغال عنده 3 جيجا هرتز وان الانود فولتج اللي هو البينو بكام؟ ب 1500 فولت وان المسافه اللي هي الكام ريفليكتور سبيسنج اللي هي الدي كام؟ 1.2 سم. طبعا بمعلوميه الاف والدي وجيفن الام والكيو اقدر اجيب مين؟ الكي. يعني اصبح الكي جيفن اللي هو 2 جذر 2 جذر ام على كيو في الاف في الايه؟ في الدي. كل حاجة عندنا معلومة هروح أجيب مين؟ الـ K. وأنا عاوز أجيب الـ M هكتب قانون الـ M بيقول إيه؟ الـ K ده الثابت اللي أنا جبته في جذر في نون اللي هو 1500 على في آر زائد كام؟ 1500. وبالتالي عاوز أجيب الـ N. لما أجيب الـ N عند أي قيمة للـ في آر ما أنا معرفش. وبالتالي هبدأ أعمل إيه؟ أجيب أكبر قيمة للـ N وأقل قيمة للـ إيه؟ للـ N. فمثلا لو جبت اقل قيمه للان امتى تبقى الان اقل ما يمكن؟ لما يكون الفي ار اكبر ما يمكن. يعني اعوض الفي ار بكام؟ ب 1000. يعني كي جذر 1500 على 1000 زائد 1500 بالارقام هطلع مين؟ الان منه تقريبا طلع كام؟ 376 ام. طيب برضه بالارقام هجيب اكبر قيمه للان راح اجيب مين؟ الان مصر. ايه هي اكبر قيمه للان؟ عند اقل قيمه للفي ار اقل قيمه للفي ار اللي هي كام؟ زيرو. يعني هكتبها كده كي كذا 1500 على 1500 لان الفي ار بكام؟ بزيرو. هتطلع طبعا قيمه كام؟ 6.27 على ما اعتقد. يبقى انا كده جبت اكبر قيمه واقل قيمه. فين بقى الاوبريتنج مود اللي ما بين الاثنين؟ احنا قلنا الاوبريتنج مود لازم يبقى رقم انتجر وثلاث ارباع. فهل ينفع 3 وثلاث ارباع؟ ينفع؟ ما اقل قيمه 376 375 اديها يعني ما تنفعش. ينفع 4 و75 تنفع. ينفع 5 75 هل ينفع 6 75؟ لان هي بعد مين؟ الانيمالز. وبالتالي يبقى اجابه السؤال كده هقول له اول بص الاوبريتنج مود اللي هي كام بقى؟ 4 75 5 75 اللي هي ما بين الماكسيمم والايه؟ يبقى معناها ان لما اجي اغير الفي ار من 0 ل 1000 هيحصل عندي كام مود؟ هيحصل عندي كام اوبريتنج؟ 2 واحد عند 4 75 واحد عند 5 75. ممكن اجيب لك السؤال بشكل تاني ازاي؟ يعني ممكن اقول لك هات بقى الاوبريتنج مود والفي ار اللي عند الاوبريتنج مود. مش انا حسبت ال ان 4 75 قيمه الفي ار هنا بكام؟ وقيمه الفي ار هنا بكام؟ يعني ايه المقصود؟ كتجربه ايه هي قيمه الفي ار اللي خلت الفايز ده شغال عند 4 75؟ اجيبها ازاي؟ ارجع بقى عوض بقيمه ال ان هتطلع الفي ار. اكيد طبعا 100% متاكد ان الفي ار هيطلع من كام لكام؟ رقم من زيرو لكام؟ لا دي كتجربه طبعا المفروض كنا بنعملها زمان في المعمل بس الحمد لله يعني قفلوا لنا المعمل. الحمد لله عشان ما نتعبش نفسنا. تعال نشوف الكباس الثاني اللي هو مين؟ الماجنتو.
كذا على بابا ممكن كده في المحاضره كنا بنطلع كيف الاول الديفايس الثاني اللي هو اسمه ايه؟ ماجنيترون. الماجنيترون ده ديفايس برضه بنستخدمه في الميكرويف، وهو ده اللي موجود عندنا في الجهاز اللي عندنا في البيت في المطبخ اللي هو اسمه ايه؟ الميكرويف. اللي احنا بنستفيد منه عشان نسخن بيه الايه؟ الاكل او نسوي بيه الايه؟ الاكل. برضه المفروض مننا نعرف ايه؟ الكونستراكشن والاوبريشن والايه؟ والاكل. الكونستراكشن بتاعه هو عباره عن سلندريكال كونستراكشن، فهو عباره عن كاسد وقلب. اللي جوه ده سلندريكال كاسد، يبقى ده اسطوانه سوليد. دي بتمثل لنا مين؟ الكاسد. وفي هنا بره اسطوانه ثانيه بتمثل لنا مين؟ الامن. برضه الاسطوانه دي لها سمك بالشكل ده، وبالتالي هي برضه كان المفروض ايه؟ سوليد. فده كده بيمثل لنا مين؟ الامن. يبقى اللي جوه ده الكاسد، واللي بره ده كده مين؟ الأنف. جينا بقى على الأنف اللي بره ده، رحنا عاملين فيه كافة إيه؟ ديزنيتور. عملناها زي كافة ديزنيتور. جينا هنا كده عملنا زي نظام إيه؟ فتحات كده لحد الآخر. شوية طبعًا سلندر. اللي أنتوا كنتوا عليها في المحاضرة قال لي صح؟ ده عبارة عن اسطوانات. بس اسطوانات رحنا إيه؟ مفتحينها بقى على الفراغ اللي بين الاتنين، الكاسد والإيه؟ والأنف. يعني واحنا مفتحين بالشكل ده. يبقى دي كلها كافيتي. كافيتي ايه؟ روزنيتور. طبعا احنا عارفين ان الكافيتي روزنيتور هي اللي عباره عن ايه؟ زي كده مصوره سواء سلندريكال او ريكتانجلر ومقفوله من ناحيتين. ولكن هي مقفول من ناحيتين بس عامل قطاع طبعا فيه، هياخد اي واحده من الكافيت دي وافتحها لبره. هي دي اللي هناخد منها مين؟ الاوتبوت ايه؟ الاوتبوت بتاعها. يبقى هو ده الكونستراكشر بتاعها. لسه ناقص حاجه، ناقص ايه؟ بنيجي بقى على الالف والكاسل ونحط ايه؟ هاي دي سي فولتج. يعني مثلا لو انا وصلت ده بالجراوند، بوصل ده ببطاريه دي سي، الفولتج بتاعها اسمه مين؟ الفي اي، طبعا بيبقى هاي فولتج. الحاجة الثانية بنجيب بيرمنت ماجنت عشان يعمل لنا هاي دي سي ماجنتيك فيلد. اتجاه الماجنتيك فيلد اللي هيتولد عندي بيبقى عمود على الكروس سيكشن. ليه؟ عشان يبقى عمود على الالكتريك فيلد اللي هيسببه البوتنشال ديفرنس. يعني المفروض في هنا خطوط الكتريك فيلد طالعة من جوه لايه؟ لبره. لأن هنا في فرق جوه زي ما كنا بناخدها زمان في الكوأكسل كيبل في الفيلد. الماجنتيك فيلد بقى اللي انا هعمله اللي هسلطه باستخدام المغناطيس هيعمل ماجنتيك فيلد عمود على مين؟ الكروس سيكشن اللي هو مين؟ وبالتالي الالكترون اللي هيطلع من الكاسل، يعني في الكترون هيطلع من الكاسل علشان يروح للانف بيتعرض لكام فورس؟ 3 فورس. الفورس الاولانيه اوت وورد اللي هي الالكتريك فورس تخلي الالكترون يطلع لبره. ده بوزيتيف ده نيجاتيف، فالالكترون بيتجه ناحيه الايه؟ البوزيتيف نتيجه للالكتريك فيلد اللي بيأثر عليه. الفورس الثانيه اللي هي برضه تخليه يطلع لبره اللي هي قوه الطرد المركزي، وبالتالي ما هو الالكترون لما يطلع يفضل يلف، فلما كل ما يلف كل ما يطلع لبره. ايه اللي بيخليه يطلع لبره؟ قوه الطرد المركزي اللي هنسميها سنتر فوجر فورس، برضه دي فورس الايه؟ لبره. في فورس بقى ثالثه انا عملتها بالماجنتيك فيلد تخلي الالكترون يدخل ايه؟ لجوه. وبالتالي دلوقتي عندنا تو فورس كاتجاهين، فورس لبره وفورس الايه؟ لجوه. احنا عاوزين الالكترون يمشي سيركل موشن، يعني عاوزين اول الكترون ما يطلع من هنا يبدا يلف حوالين الايه؟ الكاسل في الفراغ ده لحد ما يدخل جوه الكافيت، ويكمل جوه الكافيت من واحده لواحده لواحده لحد ما يخرج من ايه؟ من الاول. عشان الالكترونز ده هيطلع يقبل يدخل جوه الاكل يسوي لنا الايه؟ يسوي لنا. طيب الكلام ده هنعمله ازاي؟ يبقى امتى الالكترون يمشي سيركلر موشن؟ لما يكون الفورس اللي هطلعه بره قد الفورس اللي هتدخله لايه؟ لجوه. وبالتالي يبقى الايكويشن عباره عن ايه؟ قوة الطرد المركزية اللي هي ام في سكوير على ار زائد قوة الالكتريك فيلد زمان خدناها هي الالكتريك شارج في مين؟ الالكتريك فيلد. خدها زمان الالكتريك فورس صح؟ اللي هي الشارج من الالكتريك فيلد. الشارج اللي عندي الكترون يبقى ايه؟
والالكتريك فيلد اللي عندي بتاع الكوابسال كيبل ما بين الكاثود والانود، الكاثود الريدياس بتاعه ايه؟ والانود الريدياس بتاعه مين؟ بي. والالكترون هيمشي على مسار ار، وبالتالي الالكتريك فيلد هيبقى عباره عن ايه؟ الفي اللي هو الانود فولتج على الار في لين بي على ايه؟ لا ما هوش تاني الكلام ده خدتوه في الالكتريك فيلد، اسمها كلها كده اسمها الكتريك فيلد. الالكتريك فيلد في الالكتريك فورس في الشارج ديناميك الكتريك فورس. الكلام ده هيساوي مين؟ الماجنتيك فورس. ايه الماجنتيك فورس؟ خدناها برضه زمان في الجزء بتاع الفيلد، هي الشارج في سرعه الشارج في مين؟ في الماجنتيك فيلد اللي اثر على مين؟ الشارج. يبقى ده الايكويشن بتاعت مين؟ الماجنتيك. خلاص؟ يبقى اذا ده الكونستراكشن والاوبريشن والايه؟ والايكويشن. الحاجه الثانيه برضه زي ما قلنا كده في الكوليسترول في حاجه اسمها اوبريتنج مود. عندنا هنا برضه في الماجنتيرون حاجه اسمها اوبريتنج مود بنسميه باي مود. ايه هو الباي مود؟ في الباي مود بيحصل ايه؟ ان عدد اللفات اللي هيمشيها الكترون في الفراغ ده عشان ما يطلع بنسميها مين؟ الام. بتساوي عدد الكافيت على كام؟ على كام؟ يبقى الام سمول عدد اللفات اللي هيمشيها الالكترون عشان يطلع يخرج. والان عدد الكافيت اللي هيعدي عليها مين؟ الالكترونز. وبالتالي عندنا كمان ال. ايه هو ال؟ ده المسار الواحد اللي هيمشي الالكترون. طبعا اللي هو المحيط اللي هو 2 باي ار. لو انا قسمت ال على الام بيدينا مين؟ اللمبه. وبالتالي لو انا ضربت اللمبه في الفريكوانسي يدينا مين؟ السرعه. او نقدر نقول ان الفريكوانسي بقى لو انا حبيت اجيبه يبقى سرعه الالكترون على مين؟ على اللمبه بتساوي الفي على الاف او الاف بتساوي الفي على الاف. خلاص؟ يبقى اذا دي القوانين اللي هنحل بيها المسائل بتاعت مين؟ المجال. في بعض المسائل وغالبا مسائل الشيت كلها كده يجي يقول لك ايه؟ نجلكت السنتر فوجر فورس. لان طبعا الالكترون شارج دي او شحنه كتله الالكترون بتبقى صغيره جدا، وبالتالي لما اعرف المعادله دي فالترم ده بيبقى صغير جدا. وبالتالي لما يقول يعني لما يقول في المساله نجلكت السنتر فوجر فورس ساعتها بقى ليه مالها؟ مفيش موجود. اشطب بقى الاي مع الاي يفضل لنا المعادله البسيطه اللي ممكن نحل بها مين؟ اي مساله ان الفي اي على ار ليه في على ايه هيساوي النيو اللي هي السرعه في الماجنتيك فيلد اللي هو مين؟ الفي. يعني لما يقول نجلكت السنتر فوجر فورس ما قالش في المساله افرضها طبعا هي موجوده لان هي تبقى سهله. ما دام انا عندي السرعه دي هي نفس السرعه دي وكنت الالكترون هيبقى مديها لي وبالتالي عوض في المعادله احلها. ممكن تتعبني شويه تبقى معادله من الدرجه الثانيه نحلها مفيش اي مشكله. طبعا احنا شاطرين يا اما نحلها بالقانون العام يا اما نحطها على الاله ونحلها. تعال نشوف المسائل بتاعت المجهول. بنفس الفكره عندي في المعادله ثلاث مجاهيل. الثلاث مجاهيل دول عدد يعني العادي ان هو بيديك واحده فيهم وانت تستنتج مين الاثنين التانيين. هما بقى الثلاث مجاهيل فيهم اثنين في المعادله دي اللي هي الانود فولتج والايه؟ والسرعه. واحده هنا اللي هي مين؟ الفريكوانس. هما دول الثلاث مجاهيل. لو انا عندي واحده في الثلاثه بالقوانين هقدر اجيب مين؟ الاثنين التانيين. تعال نشوف ازاي الكلام ده ونحل المساله. مساله رقم واحد تشيل بقى الرابع. يقول عندنا سيركل ماجنترون ويز كاسيت اند اند فايمتر. يعني ديك الدايمتر بتاع الكاسيت اللي هو 2 اي بيساوي 1 سم. الدايمتر بتاع الانود اللي هو 2 بي بكام؟ 1.2 سم. وبريد اد مدينا الفريكونسي 3 جيجا ايه؟ يبقى كده انا ايه كان اللي انا الكاسيت بتاعي انا قلته بيديك واحدة من ثلاثة يبقى أكيد في المسألة يطلب الآن الفولتج والإيه؟ والسرعة. تعال نعرف المسألة ونشوف هيديني إيه. الماجنتيك فيلد أوف 1600 جاوس يعني ديك البي اللي هو الماجنتيك فيلد 1600 جاوس. ال 1600 جاوس ده بيكافر 16% ويبر لكل متر سكوير. يعني نقدر نقول إن الواحد جاوس 10 أس 4 الواحد ويبر 10 اس 4 ايه؟ جاوز. بالتالي 1600 جاوز بتكافئ 16% ويبر لكل ايه؟ ميتر مستوى.
10 اس 5 واحد ويفر ب 10 اس 5 وكمان قال لنا اند باي مود. كلمه باي مود معناها ان الام بيساوي ان على كام؟ 2. يعني كل المتعلق بحته باي مود ان عدد الافات اللي هيمشيها الالكترون جوه الكافيتي او جوه الفراغ في الماجنتلون بيساوي عدد الكافيتي على كام؟ على ان. ال 2 باي ار اللمده ال على ام وبالتالي الفريكونسي بيساوي في على مين؟ على ار. هو بقى مدينا كام كافيتي بقى؟ قال لك ايه؟ فايند اف زر ار اي انوف سيجمنت. يعني عدد السيجمنت اللي عدد الكافيتي اللي احنا حفرناها دي كان كام؟ 8 ايه؟ 8 كافيتي. المطلوب في المساله بيقول ايه؟ فايند ذا ريكوايرد بيم فيلوستي اللي هي الفي، وبعد كده عاوز يجيب الانوت فولتج اللي هي مين؟ الفي. يعني زي ما قلنا بالظبط، عاوز السرعه وعاوز الانوت ايه؟ فولتج. وقال كده تحت في المساله نجليكت الريديال فاريشن والسنتر فوجال ايه؟ كلمه الريديال فاريشن الدكتور ايمن ما بيقولهاش، اللي كان بيقولها في شيت الدكتور صبري. قلت لك هركز بس على الحته الثانيه اللي هي ايه؟ نجليكت السنتر فوجال ايه؟ فورس. معناه ايه نجليكت السنتر فوجال فورس؟ يعني المعدل اللي انا هحل بقى المساله هي ده المقصود بيها بكلمه نجليكت السنتر فوجال فورس. لما نيجي نحل المساله انا عاوز اجيب السرعه والفي ايه؟ لو انا كتبت المعادله دي هتلاقي معادله واحده في المجهولين دي ما تنفعش، لازم ادور على طريقه ثانيه اجيب فيهم واحده فيهم وبعد كده اعوض في مين؟ في الثانيه. الطريقه الثانيه هستفيد بالكلمه اللي هي اللي هي مين؟ الباي مود، وبالتالي راح اقول ان الام ان على كام؟ على 2 يعني 4. وبالتالي الار 2 باي ار، وايه هو الار؟ المسار بتاع الالكترون، بنفترض ان هو في النص ما بين الـ A ومين؟ والـ B. يعني A زائد B على كام؟ 2. يعني الـ R لما تيجي نعوض بقى في القانون هيعتبرها من ضمن القوانين عندك A زائد B على كام؟ على 2. يبقى أصبح عند الـ R كده جبت مين؟ الـ M. لو قسمت الـ M على الـ M هيديني مين؟ اللمبة. يبقى أنا كده جبت اللمبة. لو ضربت اللمبة في الفريكونسي اللي مديهولي يبقى أنا كده جبت مين؟ السرعة. يبقى انا اصبح عندي كده مين؟ السرعه. خد الفي اللي انت جبتها وعوض فيها في المعادله دي. عندك الفي اي، عندك الار، والفي والاي موجودين، وانا جبت السرعه وعندي الماجنتيك فيلد، راح اعوض اجيب مين؟ الفي. يبقى انا كده حليت المساله، جبت مين؟ الامبير. هي دي المسائل بتاعت الماجنتول، ما فيهاش اي حاجه زياده الا اذا ما قالكش نجلكت السنتر فلوجر فورس، ساعتها هدخل ده في الايه؟ في الاختبار. هتبقى مشكله امتى؟ المفروض مديني الانوت فولتج واجيب منها مين؟ السرعه. ساعتها تبقى معادله تربيعيه هروح ايه؟ هروح 2 و3 هي نفس المسائل بالظبط بس مع اختلاف الايه؟ المعطيات. خلاص؟ حد عنده اي سؤال؟ حد عايز اي حاجه؟ نعم.